ولا اتصلت عليه ولا اعرف ان هو جاي اساسا، ولا عارفه ان جوزها جاي. هي اللي اتصلت بجوز، هي اللي اتصلت بجوزها وقالت عليه. لا هو اتصل بيها وقال انا جاي، راح متصل علي ندمت علي وانا ما عندي شيء. تعال عشان نخلص. لا قال لي تعال خذ لك قرشي. لا ما ندمتيش، ما تقول ما تمدمتش علي. قلت تعال خذ قرشي مبلغ من الفلوس عشان نقدر نصحهم وكذا. خلاص عشان هو يجيك عشان يقتل جوزك وبعد كده يتحاسب. لا اخويا جاي من الاردن، يمين رمل احسن اخويا اتهم في الموضوع ده. اخويا جاي من الاردن، قلت له احسن اللي يحصل اللي حصل ده واخويا اتهم فيه. عايز نقدر نصرف فلوس اخرى، عايز ناخد الفلوس واطلع اعمل. ما كنتش اعرف ان جوزي جاي يا باشا الليله دي من المزرعه، والله العظيم ما كنت اعرف ان هو جاي. والله العظيم ما كنت اعرف ان هو جاي. بقول يا شوف بقى عشان بس نخلص كمان عشان وقت البرنامج. انت واقفه قدام القاضي، هنفترض كده، تحكمي على نفسك بايه؟ اللي يحكم بها ربنا. انت تدي لنفسك ايه؟ اللي يحكم ربنا به. طب انت يا سيد. اللي يحكم بها ربنا يا باشا. يعني الاعدام كويس؟ والله قليل علينا. قليل علينا. ان لو علي انا كمان، ان انا شفت معايا في الجريمه. الله عليك. والله العظيم. يعني الاعدام هو قليل عليا الاعدام. تاخدك الوقت قد ايه؟ معايا خمسه. الاعدام قليل علينا بالزيت. الاعدام قليل عليك. انت كان كل همك تنصب عليه. انا انصب عليه فلوس واخد بها مصلحتي واروح بها اي دوله وبقسم بالله اللي في نيتي كده. وابعت لها الفلوس. انت كداب. انت كداب وانا اصلا ما كنتش هديك فلوس. طيب وانا اصلا ما ندمتش عليك ولا قلت لك تعالى الليله دي.